قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الله تعالى بقدرته وبعينه التي لا تنام ما يفتأ يحيط هذا الإنسان بحفظه ورعايته، إنه برحمته تعالى يمنع كل يوم آلاف المذنبات والشهب من أن تسحق الأرض سحقا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يمسكهما في مدار خاص لا يحيدان عنه، ومن دون ذلك لن تستمر الحياة طرفة عين، فهو الحافظ سبحانه. إخوتي الكرام، أخواتي الفضليات، إن القلب هذه المضغة التي لا تزن إلا حوالي ربما 300 جرام فقط، آلة عجيبة حقا. القلب ينبض في اليوم أكثر من 100,000 مرة بمعدل 70 نبضة في الدقيقة الواحدة، ويبلغ معدل النبض في العام الواحد 40 مليون نبضة تقريبا ينبضها الإنسان، يعني قلب الإنسان، وهو في حفظ الله وستره. ومنذ أن يولد هذا الإنسان إلى أن يموت وهذا القلب ينبض دائما، يضخ سائل الحياة في عروقنا بلا توقف ولا كلل، وكل يوم تمر خلال هذا القلب كمية من الدم تعادل 80,000 لتر، سبحان الله العظيم. وكذلك التنفس، الإنسان يتنفس ما يقرب من 25,000 مرة كل يوم، 25,000 تنفس في اليوم الواحد، وخلاله يسحب 130,000 لتر من الهواء. هذه الأرقام التي لا تكاد تصدق لا ينتهي عدها. من في المعدة فقط عندنا 35 مليون غدة للإفراز، في العين 140 مليون مستقبل ضوئي، في الأذن أكثر من 30,000 خلية سمعية لنقل الأصوات المختلفة إلى الدماغ. العجيب هو حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الجسم وصيانته له على مدى الأيام. إذا نحن لا نحتاج للذهاب في كل مرة المرأة بالجراج قال دير لي الفيدونج، بدل لي الزيت، أو شحن البطاريات، أو انفخ لي العجلات. كل شيء يتجدد تلقائيا حتى دون انتباه منا، كل شيء تعاود، كل شيء تبدل يتجدد. فنحن لا نغير سائل موجود مثلا داخل الأذن، خطر داخل الأذن هناك سائل يتحكم في التوازن، ولولا ما استطعنا أن نقف على أرجلنا. وكذلك لا نغير الزيت الذي يملأ غشاء التامور. وشنو هو غشاء التامور؟ غشاء التامور هو الغشاء الذي يحيط بالقلب، فيه طبقتان، وبين الطبقتين هناك نسبة قليلة جدا من الزيت. هذه الزيت هي التي تسهل انزلاق القلب واحتكاكه، فهو ينبض من غير أن يسخن باستمرار باستمرار. هذا الغلاف من يغير زيته؟ نحن لا نحتاج إلى الذهاب للمرأة مثل ما نقول لنغير ذلك الزيت. إذن فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين.